يجب أن يعلم المسلم أنه مهما يعمل من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج وغيرها من العبادات، إذا لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى فإنه لا قيمة لها. لا شك أن المسلم عليه أن يعتني عناية كبيرة وخاصة بما يتعلق بأمر التوحيد، لأنه من أهم المهمات. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية أخرى: ومن أشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك يجب أن يعلم المسلم أنه مهما يعمل من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج وغيرها من العبادات، إذا لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى فإنه لا قيمة لها. وإذا أشرك مع الله إلها آخر أو أشرك في أي عبادة من هذه العبادات فإن جميع هذه الأعمال لا قيمة لها. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى في حال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قيمة له. بل إن التحذير جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء التحذير للنبي عليه الصلاة والسلام وللرسل من قبله بأن يحذروا من الشرك. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت إيش؟ لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو تحذير لما في الشرك من خطر على من وقع في هذا الشرك، أو أنه أيضا وقع في الشرك الأصغر كذلك.